احنا برضه عايزين نطمن الناس وكل حاجه، وعايزين نطمنهم اكتر على اللي بيحصل في حالات الاهمال. يعني الحوادث، في حوادث حصلت كتير بسبب اهمال، وكان اللي بيطلع ساعتها انه تعويض مش عارف 5000 جنيه او خلافه، لكن ما كانش واضح للناس الاجراءات الفعليه اللي ممكن تحصل تجاه شخص مهمل، لان يعني في الاخر ارواح مواطنين بتحصل. ودي من الحاجات اللي بتطمن اي مواطن في اي حته، هو النظام الاجرائي ضد الاهمال. انا هعمل ايه او الناس تبقى واضحه، فايه الاجراءات، ايه الحل اللي انتوا حاطينه ده؟ الاهمال من جانب مين الاول؟ من جانب المسؤول عن ده. يعني الحقيقه في السيناريو دايما بفتكر الفيلم بتاع عاطف الطيب اللي هو الله يرحمه احمد زكي. لما كان رافع القضيه في المحكمه، فكان بيقول المفروض مش اللي يحاسب على خطا زي ده، وهو كان حادثه قطر خبط في اتوبيس مدارس وبتاع، انه مش بس عامل التحويله ولا سواق القطر، لكن هو المسؤول عن النظام باكمله، لحد ما كان ساعتها في الفيلم يعني للضروره الدراميه وصل لاعلى راس في السلطه التنفيذيه، وهو كان رئيس الوزراء وزير التعليم ووزير النقل بهيئه سبق. فهو انا بسال عن اي حد اي مكان يثبت عنه ويبقى واضح للناس الخطا الفلاني كان نتيجه خطا فلان وعلان والمسؤول عنه فلان، والاجراءات في حاله الاهمال تم فيها 1 2 3، فاطمن ان انا لو حصل حاجه لا قدر الله حقي وحق عيالي موجود بكل بساطه كمواطن يعني. نعم. رد حضرتك ايه؟ اولا عايز معلش، هناك فرق بين الاهمال وبين الخطا. تمام، ايه الفرق؟ ليه؟ يعني مفهوم الفرق يعني معلش، يعني هناك فرق بين الاهمال وبين الخطا. تمام. ما حدش النهارده يعني عارف ان هو لو اخطا او اهمل زي ما حضرتك اشرت، الاهمال ده هيدخله السجن. ما حدش بيتمنى انه يخش السجن. اكيد ده المفروض. فالخطا بس لو هو مدرك انه فعلا هيخش السجن، مش ما انا بقول لحضرتك الخطا النهارده بيبقى خطا غير مقصود. لازم نفرق بين الخطا المقصود والخطا الغير مقصود. الخطا الغير مقصود اللي بيترتب عنه مشكله. انا قلت لحضرتك انا بحلم. انا بقول لحضرتك دول متطوره. هو لما بيحصل خطا في اليابان مثلا والحكومه كلها بتستقيل، نعم، هو بيبقى خطا. نعم. بس بينتج عنه انه في حكومه كامله استقالت. يعني ما في الاخر الموظف الياباني لما عمل الخطا ما كانش قصده ان هو يتعمد الخطا. نعم. لكن كل من هو في التسلسل الاداري حصل عليهم اجراء معين. طيب ما انا قلنا في الاول بنتكلم على الاجراءات في الخطا، ما ده اهمال، ده كارثه، ده ممكن تبقى جريمه، ده موضوع تاني. احنا يعني قلنا في الاول حضرتك ان في دور للدوله. واخد بال حضرتك؟ في دور للدوله ان النهارده جميع المقومات والاسس مبنيه عليها سكه حديد لازم تؤخذ في الاعتبار. زي ما قلت لحضرتك النهارده ان الخطا البشري عمر ما يكون متعمد، ولكن هي بتبقى مجموعه اخطاء، واخد بال حضرتك، في المنظومه التشغيليه اللي بتعتمد على العنصر البشري، اللي النهارده السكه دي ما زالت شغاله من 150 سنه بيها ولم يتم التطوير ليها. فدي كلها اسباب اللي بتعتبر الدوله معنيه بعمليه التاهيل والتجديد والتطوير. لابد ان يكون في هناك تطوير، وده اللي قلته لحضرتك النهارده. تطوير المعدات والاجهزه والبنى التحتيه. نعم، نعم. طب وتطوير الكوادر البشريه يا فندم، انا ده طبعا شيء مهم جدا. ايه الخطه؟ مفيش خلاف عليه، ماشيين فيه ازاي؟ لكن انا بقول لحضرتك في البدايه برضو انك انت النهارده حضرتك الخطا البشري اللي موجود نسبه 85% في العمليات التشغيليه بتعتمد على عنصر بشري. يعني الانسان، اي انسان معرض للخطا، ولكن النهارده في اجهزه تفتيش بتمر على هذا الرجل بتراجعه. الراجل ده بيخضع للتدريب والتأهيل. الراجل ده بيخضع للتدريب والتأهيل. مش أي واحد النهارده يطلع يشتغل مثلا أو سوق جرار. ده عشان سوق جرار مش أقل من 12 سنة يكون شغال أصلا مساعد السائق لغاية ما يتعلم ويتأهل. فالعملية دي، لكن أنا بقول لحضرتك في هناك فرق بين الإهمال وهناك فرق بين الخطأ. يعني بشكل ما بتقول إن الخطأ اللي بيحصل او بيلام فيه بشر هو ممكن يكون ناتج عن المنظومه السابقه اللي هي اساسا كلها معموله بشكل خاطئ، فبالتالي البشر دوره كبير، فوارد في نسبه الخطا تزيد، وده مش المفروض انه يحصل. يعني معنى صح هو نتيجه منظومه متكامله كانت مترهله بشكل ما. ايوه ده صحيح. وان التطوير اللي بيحصل وعلى فكره انا عايز اقول راجل السكه الحديد راجل المهام الصعبه، هو شايل راجل السكه الحديد بامانه، راجل السكه الحديد راجل المهام الصعبه، بيتعرض لمواقف في منتهى الصعوبه، وبيشتغل في ظروف ايضا في منتهى الصعوبه.